استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الأقضبية صباح اليوم عددا من أفراد عائلة بن هند المناعي الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم خالص الشكر والتقدير إلى سموه على مواساته لهم في وفاة فقيدهم المرحوم خالد محمد بن هند المناعي، معربين عن خالص اعتزازهم بما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجسد ما يتمتع به سموه من خصال إنسانية رفيعة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن روابط المحبة والتواصل التي تجمع بين أبناء البحرين كانت وستظل بإذن الله الدعامة الأساسية التي توفر للوطن مقومات القوة والنجاح في شتى المجالات، لافتا سموه إلى أن قيم التواصل متى ما علت في المجتمع فهي الضمانة الحقيقية لتعزيز اللحمة والوحدة الوطنية، مستذكرا سموه مناقب الفقيد وما قدمه لوطنه، داعيا سموه المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. من جانبهم توجه أفراد عائلة المناعي بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أبداه من مشاعر المودة الصادقة معهم، مشيدين بما يبذله سموه من جهود من أجل رفعة الوطن وازدهاره، سائلين الله أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والعافية.